لازم تكون محترم. يعني ايه محترم؟ تحترم نفسك وتحترم الاخرين، وتحط لنفسك حد اللي هيتخطى حدوده معايا بقلة ادب، باهانة، بتقليل من شخصيتي، بتقليل من كرامتي، هضع عليه حد ان معرفوش تاني. ده المبدأ الاول، انا بنسحب ان كان عليا، بنسحب من حياته. بلا بقى اهانة وارد له الاهانة باهانة، والكلمة بكلمة، والفعل بفعل، لا، انا بريح دماغي وبكبر دماغي. انت من طريق وانا من طريق، مش هعرفك تاني ومش هدخلك حياتي تاني. لو اخطأت وانا حذرتك وبعد كده اخطأت نفس الخطأ مرة اخرى، فيش مشكلة في التسامح عندي خالص. لكن لو انت مصمم انك تهني، تصمم انك تقلل من شخصيتي، لا يا حبيبي، باي باي، ومشوفش وشك تاني، وهقفل بابك ومش هفتحه. ولو فتحته وجيت ترجع، مش هرجعك لنفس المكان اللي كنت عليها قبل كده. فاوعى تسمح لاي شخص يقل من احترامك، او انت تقل من احترامك مع الاخرين. ودايما خليك عطوف مع الاخرين، تعطف على الاخرين، تحس بالاخرين، وكل ما تحس بيهم اكتر، كل ما تفهمهم اكتر وتعرف تتعامل معهم اكتر، وكل ما تكتسب كاريزما عالية جدا وقوة وهيبة بشخصيتك، لن يهزها اي شخص. الاحترام ده مبدأ اساسي ومهم جدا جدا، انك تحترم نفسك وتحترم الاخرين، واوعى تخلي حد يقلل منك مهما كان، ولا يقلل من شيء انت بتعمله مهما كان. ارفض بقوة، لان احترامك لا يعوض. ولو احترامك فقدته بين الناس وبينك وبين نفسك، انت عايش كالميت. فمش عاوزك تعيش كالميت، عيش باحترامك، احترم الاخرين واحترم نفسك.